بسم الله الرحمن الرحيم. مجموع ما يملك أحمد وعلي هو 320 درهما. إذا علمت أن ما يملك أحمد يزيد ب30 درهما عما يملك علي فأوجد كم يملك كل واحد منهما. إذا أقرأ المسألة أكثر من مرة وأنتبه للمعطيات. مجموع ما يملك أحمد وعلي هو 320 درهما. إذا أحمد وعلي يملكان 320 درهما. إذا علمت أن ما يملك أحمد يزيد يعني يفوق يزيد ب30 درهما عما يملك علي. ما يملكه أحمد يزيد ب30 درهما عما يملكه علي فأوجد كم يملك كل واحد منهم. إذا مثلا هذا ما يملكه علي، علي هذا ما يملكه علي، المبلغ الذي يملكه علي. فالمبلغ الذي يملكه أحمد هو هذا ما يملكه علي زائد 30 درهم، يفوقه نفس القطعة ولكن أحمد يفوقه ب30 درهم. إذا نفس القطعة لدينا قطعتان و30 درهم، قطعة وقطعة و30 هذا المشي. كم يملك كل واحد منهما؟ عدة طرق من هذه الطريقة. 320 ناقص 30 يبقى لدينا قطعتان. هنا القطعة تمثل ما يملكه علي. 320 ناقص 30 تساوي 320 ناقص 30 290 درهما. إذا 290 درهما تساوي قطعتان. 290 درهما قسمة 2 كي نجد القطعة الواحدة 145 درهما. إذا ما يملكه علي 45 درهما. علي يملك 145 درهما. أما أحمد فيملك 145 زائد 30. إذا أحمد يملك 145 زائد 30 يعني 175 درهما. نتحقق ما يملكه علي زائد ما يملكه أحمد. 145 زائد 175 تساوي 320.